بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. النهاردة ان شاء الله جاية لكم بوصفة حلوة وسهلة جدا، وهي الكشري، الكشري المصري بتاعنا. ان شاء الله هنعمل معاكم خطوة بخطوة. هو سهل جدا وسريع، وينفع كمان في عزومات رمضان، على سفرة رمضان. تابعوني بقى لآخر الفيديو علشان نعرف مع بعض عملناه ازاي، وازاي كان كله مع بعض في حلة واحدة، وما اخدش مني وقت ولا اي حاجة ولا حتى مواعين كتير. زي ما قلتلكم عملته في حلة واحدة، والصلصة بتاعته الرهيبة دي، والدقة كمان. يلا بقى بينا كده مع بعض. هنعمل اول حاجة، ما تنسوش بس تنزلوا تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بنزله. هنا كان معايا حمص في البداية كده، نقعته الأول في مية سخنة. المفروض ان احنا ننقعه من بالليل، وكمان اثناء ما انا بعمل الكشري كنت حطاه على البوتاجاز معايا، ما اخدش مني وقت خالص واستوى بسرعة جدا. هنا في الاول كده عملت، قطعت شرائح من البصل، وضفت معلقة من الملح، وهضيف كمان معلقتين من النشا، وهقلبهم كويس مع بعض. وهبتدي ان انا بقى اسخن الزيت السخن وانزله حبة بحبة او كده بالشكل ده. تمام، هقلبهم مع بعض كويس، وهسخن زيت سخن في حلة اهو على النار. ابتدى يسخن معايا، وهقسمه على مرتين. هنزل اول مرة تتحمر بس كده معايا، ويفضل على فكرة انك تستعملي البصل الابيض. انا هنا كان عندي اللي هو البصل الاحمر. ابتدى اهو يدخل في التحمير خلاص، اهو بصوا لونه بقى بني كده معايا. هبتدي ان انا اصفيه بقى من الزيت بتاعه طبعا. ما جاهزة كده طبق وفي منازل، وهطلعه بقى عليه، وهبتدي احط الكمية التانية من البصل. ما تنسوش بقى تنزلوا تعملوا لايك للفيديو، عشان اللايك ده هو اللي بيدعمني، واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بنزله. خلاص كده طلعت الكمية الاولانية، هنزل بالكمية التانية تتحمر برضو معايا. على فكرة الزيت ده مش ياما ولا حاجة، احنا لسه هنعمل منه حاجات كتير، وهنعمل منه صلصة، وهنحط كمان باقي المكونات هقول لكم برضو ازاي. وخلاص كده انا خلصت الكمية كلها بتاعت البصل. هبتدي بقى ان انا احط اول خطوة. اول خطوة معايا في عمل الكشري اللي هو الحلة الواحدة، كوباية كده من الشعرية. الكوباية دي طبعا هتعايري بيها كله. هنا انا هو عملت الشعرية، حطيت كوباية من الشعرية. هبتدي ان انا احمرها. تمام، اكنك بتعملي رز عادي. تمام، بس انا دلوقتي حطيت الشعرية الاول. تاني حاجة ان انا غسلة كوباية تانية من الرز، ومصفياها كويس جدا وسايباها على جنب. هنا انا عملت خلاص الشعرية، احط بقى الكوباية بتاعت الرز اهي، اهو بالشكل ده، وهقلبه بقى كويس جدا.
بحيث ان هو تحس ان هو نشف كده معاكي، مش نشف قوي بس يعني ايه اتحمر معاكي، مش هياخد لون ولا حاجة بس هيتحمر. وهنزل بكوباية تانية، معايا هنا مكرونة عقل صغيرة اهو بالشكل ده، وهقلبها برضو، هتاخد تحميرة. كل ده في الزيت السخن اللي احنا عملنا فيه البصل، بيديها برضو نكهة حلوة قوي، وفي نفس الوقت برضو يعني اخدت منه علشان اعمل الطماطم وكده. هنا هضيف كوباية تانية من العدس بجبة، طبعا كنت برضو غسلاه ونقعاه نقع لمدة ساعة معايا، وصفيته كويس وضفته اهو. كل المكونات دي مع بعض هتقلبي كويس، وهضيف كمان مكرونة طويلة اللي معايا هنا، كان نص كيس نص كيس، وقطعته كده كسرته بالشكل ده، وهحطه بس من فوق الوش. هضيف بقى المية، مش هقلب، هضيف بس مية، بس المية دي لازم تكون سخنة بالكاتل، ما ينفعش خالص نضيف على المكونات بعد ما قلبناها على النار نضيف عليها مية ساقعة، ما ينفعش. تمام، انا هنا مش هقلب، هغطي، وبعديها كده بدقيقتين هشيل الغطا تاني وهقلب كويس، وهحط ملح. هنا هتكون المكرونة اللي فوق الوش طريت معايا شوية، هتخليكي تعرفي ان انت تقلبي المكونات مع بعض. هنا انا ضفت ملح، وضفت كمان معلقة صغيرة جدا من الكمون، وقلبته كويس جدا، وهنقله بقى على العين التانية علشان يتشرب بس كده. هنا في حلة تانية على النار، هي دي الحلة الوحيدة بس اللي هنستعملها تاني علشان الصلصة. من الزيت بقى اللي احنا اخدناه حطيت بصلة صغيرة قطعتها كده مكعبات صغيرة، وكمان ده كان ثوم مهروس مع فلفل، فلفل اخضر كنت عاملاه علشان الدقة، هعملها برضو معاكم. بس دي الصلصة الاول، هقلبها كده مع بعض، دول مع بعض بصل وثوم وفلفل، ومعايا لتر من الطماطم، صلصة الطماطم هضيفها وهقلب كويس. وكمان ضفت على فكرة معجون من الطماطم اللي هي صلصة الطماطم المعلبة اهي، بس الكاميرا فصلت مني معلش. هنا انا كنت بضيفه بس، وقلبت بقى، وهضيف البهارات بتاعتي. البهارات بتاعتي معايا مرقة تمام، وملح وفلفل وبصل بودر وتوم بودر، وحطيت كمان ضفت بابريكا، وكمان معلقة من الكمون صغيرة. بس كده واسيبها تتسبك اهي، سبكت معايا. هعمل بقى هنا الدقة، حطيت كده معلقة من الزيت، وهحط الثوم المهروس مع الفلفل، فلفل اخضر حامي تمام، هقليهم كويس. منين ما ياخدوا تحميرة كده معايا، احس ان هما خلاص اتحمروا ولونهم اتغير. هضيف خل، لو ضفت كوباية من الخل هضيف كوباية برضو من المية. هنا خلاص اخدوا لون معايا، واضيف بقى خل، واضيف كمان مية، احط بقى ملح، فلفل اسمر، وكمان نص معلقة من الكمون، وهتاخد غلوة كده معايا،
بس بقى هنا ايه يعني ينفع ان دي لا تمام، في المحلات هنا بره بيعملوها، بس انا بضيف معلقة صغيرة من الصلصة، يعني من الصلصة اللي انا عاملاها كمان بضيف عليها معلقة، وكمان هضيف بابريكا تديني كده اللون الاحمر الحلو ده، وفي نفس الوقت بتبقى طعمها حلو قوي. بص انا ضفت كمان بابريكا. دي الدقة اللي بعملها للكشري. تقدري تستغني عن معلقة الصلصة دي وتبقى خل بس، تمام. انا بعملها كده على طول. هنا بقى خلاص انا خلصت. وكان ده طبق التقديم معايا، هبتدي ان انا احطه. بصوا انا عايزه اقول لكم ان هو بصوا مفلفل كل واحده لوحدها اهو ازاي، ومش معجن ولا حاجه، مفيش حاجه اصلا اتهرت فيه. هضيف بقى الصلصه اللي انا عملتها، معايا بصل، ضفت كمان من الدقة اللي انا عاملاها اهو بالشكل ده. عملنا الكشري بطريقة سهلة جدا وسريعة، وكمان الصلصة بتاعته والبصل والدقة. بس نسيت بجد احط لكم الحمص بقى، هو استوى معايا فعلا بجد بسرعه جدا. مسافه ما خلصت هو استوى، اهو ضفته لكم في الاخر اهو. ده كان الطبق بتاعنا النهارده، ده الفيديو بتاعي. يا رب بقى يعجبكم الفيديو، متنسوش بلايك واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس. باي باي، مع السلامه.